مساء الخير. النهاردة محاضرة أتمنى تكون خفيفة عن النيل ديسوردرز. As far as I know أنتوا خدتوا النورمال سكين ستراكشر، وأعتقد أخدتوا النورمال نيل ستراكشر قبل كده. النهاردة إحنا هنتكلم عن النيل ديسوردرز، إيه المشاكل الـ very common اللي ممكن تجيلك في عيادتك وانت جي بي. انا بتكلم على ان انت جي بي مش متخصص، وتكون محتاج for some sort of differentiation بينها علشان plan لل treatment of nail condition. ده عيان جالك النهاردة بيشتكي، هو healthy عنده 54 سنة، جالك بيقولك ان هو عنده thickening of several toenails، ما عندوش أي حاجة تانية. راح الصيدلية أخد منهم حاجات topicals ما نفعتوش، ما عندوش أي مشكلة حقيقية في health wise. هو على statins اللي هي anti بتقلل، اللي هي lipid lowering drugs. ما عندوش allergies. بيشتغل إيه؟ بيشتغل عامل في سوق السمك. عامل في سوق السمك دي نقطة مهمة. معناها ان هو ايديه ورجليه طول الوقت بيبقوا موجودين في رطوبة، وايديه ورجليه طول الوقت بيبقوا معرضين لتروما بسبب طبيعة شغله. العيان ده بيشتكي من ايه؟ ثيكنينج، بس ضوافره بقت تخين بالمنظر اللي احنا شايفينه. This is called onychomycosis. Onycho يعني nail، mycosis يعني fungal infection. والاسم كاشف اصلا للكونديشن نفسها شكلها ايه. الانيكومايكوسيس بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه نيل ثيكنينج، وبيحصل فيه سب انجوال دابرس زي ما احنا شايفين اهو. لازم ابص على الديستال بارت من النيل واشوف فيه تحته حاجه ولا لا. دايما في مالتيبل نيلز انفولفد. العيان ده عنده تو نيلز، ممكن يبقى فيه كمان فينجر نيلز. يس، دايما بيبقى فيه أكتر من نيل، لأن هي فانجل انفكشن فهتمد بقية النيلز. سولز نفسها لو بصيت هتلاقي فيها سكيلينس. Otherwise skin completely normal، ما عندوش أي حاجة غير مشكلة ضوافر. Onychomycosis ده chronic fungal infection of nail plate and nail bed. Chronic fungal infection of nail plate and nail bed. عادة بيبتدي مع تينيا بيدس، وعادة does not respond to antifungals. في أغلب الأحوال العيانين دول لما بيجولك بيكونوا راحوا الصيدلية واشتروا بالفعل topical antifungals over the counter كده من الصيدلي، وجربوها كتير جدا وما جابتش نتيجة. أو عيانين عندهم تينيا بيدس وبياخدوا لها علاج وقرروا إن هم يستخدموا نفس العلاج وما جابتش نتيجة. الأونيكومايكوسيس صعب جدا جدا إنها ترسبوند لوحدها فقط للتوبيكال تريتمنتس. الأونيكومايكوسيس أكتر حاجة مشهورة هي الديستال سب أنجوال أونيكومايكوسيس، وهي اللي شفناها من شوية. ديستال سب أنجوال onychomycosis عبارة عن thickened nail. ببص تحت ال lateral most lateral part most lateral part ألاقي subangual debris. ممكن أحس إن في separation من النيل بليت من النيل بليت من النيل باد. هو عادة caused by dermatophytes، وأشهر نوع من الدرماتوفايتس بيعمل الديستال subangual hyperkeratosis هو trichophyton rubrum. في نوع تاني؟ في نوع تاني هو superficial white onychomycosis، بس الحقيقة ده موجود. بما إن هو very superficial فده أحيانا ممكن يرسبوند لل topical treatment، بس ممكن برضو العيان ده يفضل يحتاج حاجة سيستميك. بس ده احتمالات ان هو يرسبوند للتوبيكال تريتمنت اعلى بكتير من ديستال سب انجول هايبر كيراتوسيس اونكومايكوسيس. اخر حاجة، ساعات بيحصل بروكسيمال سب انجول اونكومايكوسيس. حقيقة ان ده واحدة من علامات الاميونو سبريشن
خصوصا في عيانين الـ HIV، لكن العادي ان العيانين بيجيلهم في most distal part مش proximal. لما بشوف proximal ابتدي اشك ان العيان ده هيحصله immunosuppression of somehow. Distal subangual onychomycosis the most distal part، ولما بص تحته الاقي subangual debris. ده اكتر حاجة هتشوفها في الغالب، ممكن اصلا بعضكم يكون شافها قبل كده. ده superficial white onychomycosis، حقيقة هو يعني الاسم واضح منه ان هو superficial وكلينيكالي بيبقى white. العيان ده ممكن اصلا ياخد topical treatment ويخف، ده ممكن هو ده اقل اصلا في الانسيدنس واقل ان هو يجي لك. ليه؟ لان هو ممكن يتحسن اصلا بالover the counter antifungal من غير ما يحتاج ان هو يجي. superficial white onychomycosis. proximal subangual onychomycosis ده اللي انا بقلق منه بقى، ده العيان اللي انت هتبتدي تقلق ان هو عنده some sort of immunosuppression. طبعا ممكن يحصل مع اي نوع من انواع الاميونوسبريشن، لكن ممكن يبقى alarming ان العيان ده عنده HIV، فعشان كده بقلق منه. لكن هو طبعا ممكن يطلع عيان بياخد اي، يعني انا لقيت في الهيستوري اي سبب تاني للاميونوسبريشن، ده وارد، ده مش هتبقى حاجه غالب. جالي العيان، جالك العيان دلوقتي انا محتاجه اديله تريتمنت. قبل ما اديله تريتمنت لازم اكونفيرم الدياجنوسس. ليه؟ عشان علاج الاونيكومايكوزس الحقيقه ان هو بياخد وقت طويل جدا. في الفينجر نيلز بياخد 6 أسابيع على الاقل، في التو نيلز بياخد 12 اسبوع، يعني من شهر ونص في الفينجر نيلز لثلاث شهور في التو نيلز. حاجه عيان هيفضل يتعالج 3 شهور متواصل، ينفع ان انا ابص على ضوافره واشخصه كلينيكالي كده؟ لا. ليه؟ اولا محتاجه كمان ادفرنشيت من other conditions. احنا في اخر المحاضره النهارده هنتكلم على some other conditions زي psoriasis، وهنشوف ان في بعض التشابه، فانا محتاجه to exclude other causes، او محتاجه مش لازم exclude لان ممكن الاثنين coexist. محتاجة إن أنا أكونفيرم إن في فانجل انفكشن هنا قبل ما أديله تريتمنت يقعد يستعمله 3 شهور. خلي بالك إن التريتمنت بتاعت الأنتي فانجلز خصوصا اللي هنديه ده هو الحقيقة يعني بدرجة ما هي باتوتوكسيك. ليه أدي العيان ده وأحمل الليفر ده وأنا مش متأكدة 100% إن هو عنده فانجل انفكشن؟ بتأكد إزاي؟ نمرة واحد من الكالتشر. الكالتشر هي the most accurate part. culture time consuming وبتاخد 3-4 أسابيع. ال KOH بالنسبة لي تست رخيص جدا تحت ايدي، بياخد وقت قليل جدا. باخد السكرابينجز اللي تحت النيل، ببتدي اجيب مشرط وبظهر المشرط مش بسنه، بسحب سكرابينجز من تحت النيل. السكرابينجز دي بحطها على جلاس سلايد وعليها نقطة KOH وتحت الميكروسكوب، ببتدي اشوف الهايفي واضحة تماما قدامي. وطبعا ده ما يشيلش فكرة الكالتشر من الاعتبار. ليه؟ لأن الكالتشر هتساعدني أعرف الأورجانيزم واختار أحسن تريتمنت وأشوف. لكن ما زال إن الـ KOH بالنسبة لي very effective، ممكن ينفعني وممكن أكتفي بيه إن أنا على الأقل أكونفيرم إن في fungal infection هنا. histological examination of nail scrapings ممكن أسبغها وأحطها تحت الميكروسكوب وده هيديني فكرة برضو أشوف الهايفي الحقيقي. لكن هو أحسن حاجة the most accurate hair culture و the most convenient hair KOH عشان الوقت أقل والتكلفة أقل وكل حاجة. في كل الأحوال لازم أكونفيرم الأونيكومايكوسيس diagnosis قبل ما أبتدي للعيان ده 3 شهور من السيستميك treatment. بعالجه ازاي؟ الـ first line of treatment في الأونيكومايكوسيس هي التربنافين. التربنافين هو the best and the most convenient drug، وبتكلم هنا على systemic تربنافين. طب هو ممكن العيان ده ياخد topical؟ لما العيان بياخد، هو جالك، خلي بالك أنا قلت لك هو جالك من الأول واخد topical، والtopical ده مش effective، مش شغال خالص. لكن لما العيان ده
بيبتدي ياخد سيستميك انتي فانجلز ممكن التوبيكال انتي فانجلز تبدأ تشتغل معي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن مع السيستميك تربنافين اكتب له توبيكال تربنافين كمان. بديله التربنافين بجرعه قد ايه؟ في الادلتس بياخد 250 ميلي جرام كل يوم. 250 ميلي جرام دول لمده قد ايه؟ 6 اسابيع في الفينجر نيلز و12 اسبوع في التو نيلز، فتره طويله جدا. ولازم اكونسيدر ان ده تريتمنت شويه هيباتوتوكسيك، لازم اكون متاكده 100% ان العيان ده محتاج. ممكن ساعتها اديله توبيكلز. خلي بالك ان بعد كل ده في عيانين كلينيكالي مش بالمزرعه، بالمزرعه كلهم بيتحسنوا، لكن 50% من العيانين دول كلينيكالي هيبقوا ما تحسنوش. حاجه فيري فيري ديبرسنج، يعني العيان اللي قعد 12 اسبوع كامله ياخد قرص دواء كل يوم وما تحسنش كلينيكالي، لكن الحقيقه ان هي بالكالتشر هو بيتحسن بعد كده. Second line of treatment ممكن ادي اتراكونازول او فلوكوكونازول. الاتراكونازول بيتاخد بجرعه 200 ميلي جرام في اليوم لمده 7 ايام ووقف 3 اسابيع. يعني بديهوله ازاي؟ يعني بديهوله فعليا بولس ثيرابي لمده قد ايه؟ برضو نفس الكلام، يعني هو هياخد 2 بولس ثيرابيز فينجر نيل وثلاثه لو تو نيل. فلوكوكونازول بيتاخد برضو كبسوله 150 ميلي جرام مره في الاسبوع. الحقيقه ان تحديدا فلوكوكونازول اكتر كمان من الاتراكونازول، بيبقى اكتر لو هي نون درماتوفايت، لو انا زرعتها ولقيت ان دي كانديدا او ييست. لكن الريسبونس بتاع الدرماتوفايتس والترايكوفايتون روبرم للاتراكونازول قليل، واقل كمان للفلوكوكونازول. لكن هل بيستخدموا؟ اه، هما سيفر شويه على الليفر، بس في نفس الوقت هما not the best treatment for this case، مش هما اللي هيدوا احسن ريسبونس للحاله دي. تاني كونديشن في النيلز هنتكلم عنها النهارده، كونديشن فيري كومن، برضو غالبا بعضكم واجهها وممكن يكون وغالبا كلكم هتشوفوها مره او اتنين في العياده ايا كان تخصصاتكم. لو انت جي بي في الغالب هتشوفها بشكل مستمر، هي اسمها بارونيكيا. حد يعرف يعني ايه بارونيكيا؟ حد سمع المصطلح نفسه قبل كده؟ البارونيكيا هي soft tissue infection around a fingernail أو toenail، ممكن toenail. Begins as cellulitis بس ممكن يبروجرس to a definite abscess. هو يعني إيه cellulitis؟ إحنا خدناها قبل كده. Cellulitis هو soft tissue bacterial infection. اللي بيحصل هنا هو إن soft tissue around the nail بيحصل فيه typically bacterial infection. الصور هنا موضحة بدرجة ما اهي، دي بارونيكيا، دي بارونيكيا very common، بتحصل كتير جدا soft tissue infection. وهتلاقي ان ال nail folds around the nail pain، فيها pain، لازم فيها pain. اه لو acute لازم فيها pain، بس مش لازم تكون acute. هنشرح دلوقتي انواع البارونيكيا، بس هو البارونيكيا هي soft tissue infection around الفينجر او التونيل عموما. بتبتدي كسيليلايتس وممكن لو left untreated، لو left untreated هتتحول into definite abscess. بشكل اساسي عندي نوعين من البارونيكيا، نوع acute يعني اقل من 6 اسابيع، ونوع chronic يعني اكتر من 6 اسابيع. الacute بارونيكيا دي بارونيكيا بقالها مدة صغيرة، very painful، وفي الغالب purulent زي الصور اللي شفناها من شوية، وغالبا bacterial caused by staphylococci. الchronic بارونيكيا هي بارونيكيا بقالها أكتر من 6 أسابيع، العيان ده ما عندوش severe pain، البين تقريبا مش موجود، وفي الغالب causative organism هنا هيطلع fungal. ده الفرق بين الاثنين. الأكيوت بارونيكيا بقالها فترة صغيرة very painful، العيان بيجي in pain وحوالين النيل في purulent discharge، وغالبا هتطلع bacterial بستاف. لكن الكرونيك بقالها أكتر من 6 أسابيع، البين less significant
لو كان موجود اصلا، وغالبا فانجل انفكشن. ده هيفرق معايا في ايه؟ ديفنتلي هيفرق معايا في العلاج، هعالج الحالتين ازاي. كلينيكال بريزنتيشن اوف بارونيكيا بتفرق برضو في الحالتين. الاكيوت بارونيكيا بتبتدي في الاول اريثيما وسويلنج، لو سبتها شويه هتتحول انتو باس تحت الجلد حوالين النيل، في النيل فولز، يعني مش النيل نفسه اللي هتحته باس، لكن حوالين النيل في الجلد، في النيل فولز، في اللاترال فولز هلاقي في باس بيجمع. لو سبتها وما عالجتهاش الانفكشن هيكمل ويبقى تحت النيل وتحت البروكسيمال نيل فولد، ويبقى اسمه ايبونيكيوم، تحت الايبونيكيوم اللي هي البروكسيمال نيل فولد. يبقى هي احسن حاجه في الاكيوت بارونيكيا ان هي لازم تتعالج بدري، والحقيقه ان هي البين بيخلي العيان يروح للدكتور بدري. الكرونيك بارونيكيا بقى شكلها ايه؟ الكرونيك بارونيكيا البين مش سيجنيفيكانت قوي، ممكن تكون تندر لكن البين مش حاجه سيجنيفيكانت. النيل فولز هلاقيها سوولن وارثيميتس. وخلي بالك العيان ده انت سالته عن الهيستوري هيقول لك ان القصه دي بقى لها فوق الست اسابيع، سوولن وارثيميتس وشويه تندر، بس مفيش فلكتويشن، مفيش باس، مفيش كل المنظر اللي بنشوفه في الاكيوت بارونيكيا. نيل بليت نفسه لو ستيل ليفت انتريتد في الكرونيك بارونيكيا وما خدش العلاج وما راحش للدكتور، هتلاقي النيل بليتس تبتدي تبقى ثيكند. كل ما النيل بليت يبتدي يبقى ثيكند بيبتدي لونه يبقى مور اوبيك، وهنا هتبقى discolored لان في بكتيريا حواليها. ممكن اشوف transverse ridges بطول بعرض النيل نفسه. cuticle والنيل folds ممكن تبتدي separate عن النيل بليت، والاقي مساحه فاضيه بين النيل فولد وبين النيل بليت نفسه. يبقى انا عندي نوعين من البارونيكيا، الاكيوت هي عباره عن pain و purulent discharge و erythema و swelling، ولو سبتها هي extend الانفكشن وهتعمل سيفير وممكن توصل ابسس. الكرونيك هلاقي swelling و erythema و tenderness في النيل folds لكن مش هلاقي سيفير pain، مش هلاقي شوف fluctuation. نيل plates لو انا سبتها untreated هتبتدي تبقى thickened و translucency بتاعتها تبقى discolored، وهشوف transverse ridges بعرض النيل. الكيوتيكلز والنيل فولدز ممكن بعد كده تفصل والاقي ان في مسافه بين النيل بليت نفسه عن النيل فولد. بعالج البارونيكيا ازاي؟ الحقيقه ان علاج البارونيكيا بدرجه كبيره معتمد على هي فيها ايه؟ هي اصلا ايه؟ يعني لازم اخد هيستوري كويس واكزامين كويس. الكرونيك بارونيكيا في الغالب بحتاج لها توبيكال انتي فانجلز بس. هي في الغالب اصلا فانجل انفكشن. كل اللي هحتاجه ان انا ادي العيان topical antifungals بانتظام، وغالبا العيان ده هيتحسن على كده. ماذا عن الاكيوت بارونيكيا؟ هبتدي ابص على الليجن نفسها، لسه مفيش باس، مفيش fluctuation، ممكن ابتدي اخلي العيان يحط ايده في warm soaks في كمادات دافيه 3-4 مرات في اليوم، يبتدي يتحسن، هيحصل good drainage ويتحسن. ده لو احنا very early ولسه مفيش fluctuation ومفيش pus متجمع في اي حد. لو لقيت لأ بقى العيان عنده extensive cellulitis، في pus حوالين النيل من كل ناحية، او بلاش العيان من الهيستوري بتاعه اكتشفت ان هو diabetic او immunocompromised او عنده peripheral vascular disease، وبالتالي الاكرل vasculature ما هوش احسن حاجة، ده لا هبتدي ادخله بشورت كورس اوف انتيبايوتكس. بختار انتيبايوتكس على اساس ايه؟ ذا بيست هي البينيسيلينز او الفيرست جينيريشن كيفالوسبورينز، يجي بعدها كليندامايسين او اموكساسيلين وذ كلافيولينيك اسيد. ماذا لو الانفكشن كانت طولت فعلا وعملت ابسس؟ الابسس لازم يتفتح. بيتفتح ازاي؟ بنفتح الاول، اول وسيله ان انا اعمل درينج هو ان انا اجيب بلانت اوبجكت وافصل النيل فولد عن النيل بليت، لعل وعسى ان انا اقدر ادرين كل حاجه منها. لو دي ما نفعتش يبقى العيان اندر لوكال انستيجيا، ببتدي انسايز بمشرط صغير في نفس المنطقه دي، واحاول
ادرين كل الباس. خلي بالك المنطقة دي very painful. لما بقول local anesthesia أنا مش قصدي إن أنا هinfiltrate الزيلوكين حوالين الليجن، أنا قصدي إن أنا هعمل nerve block، هقفل كل الأعصاب اللي في ال this finger، لأن العيان مش هيستحمل pain أبدا إن أنا incise in this place. يبقى أنا عندي العيان لو لسه في الأول خالص هعمل له warm compresses أو warm soaks. لو لا لقيت cellulitis أو عنده risk factor زي diabetes, peripheral vascular disease أو immuno أو هو immunocompromised بديله short course of antibiotics. أحسن antibiotics هي البنسلينز أو first generation كيفالوسبورينز، يليها clindamycin أو amoxicillin with clavulanic acid. لقيت فيه abscess ابتدى يتكون لازم أعمله drainage، لازم يتعمله drainage، ما ينفعش أسيب pus موجود والعيان ده يروح بيه كده. لو الحالة chronic بقالها أكتر من 6 أسابيع، في الغالب دي fungal infection وفي الغالب ده هيرسبوند well للtopical antifungals. خلي بالك لما بتكلم على البارونيكيا انها هتتحسن مع topical antifungals، ده مختلف عن الكونديشن اللي لسه متكلمين عنها اللي هي الانيكومايكوزيس، اللي هما مش هيرسبوند اصلا للtopical antifungals ولازم نديهم systemic antifungals. وممكن بعد ما ياخد systemic antifungals بعد ما يبدأها ياخد معاها topical، لكن topical لوحده ما يشتغلش. في حين ان انا عندي هنا في البارونيكيا بما انها soft tissue infection ممكن جدا العيان يكتفي بالtopical antifungals. طيب العيان بياخد علاج وما بيتحسنش، ماذا نفعل؟ لازم ابتدي اسسبكت ان الكرونيك بارونيكيا ليها another underlying cause مش مجرد fungal infection. يعني انا في الميكونيكومايكوزز من شويه قلت لك 50% من عيانين مش هيرسبوند اصلا، او مش هيرسبوند كلينيكالي، يعني الكلينيكال كيس بتاعتهم مش هتتحسن. فانا اكسبكتنج ده مش اكسبكتد في البارونيكيا الحقيقه. لو العيان بياخد topical antifungal وما بيتحسنش ببتدي اقلق ان يكون في another underlying condition هي اللي عامله البارونيكيا دي. زي ايه؟ زي ان يكون عنده رينولدز ديزيز. رينولدز از ا فاسكولار بريفيرال فاسكولار ديزيز، بيعمل سيفير فازو كونستريكشن خصوصا في الكولد ويذر. بالتالي بما ان في سيفير فاسكولار فازو كونستريكشن، اي مكان الفاسكوليتشر بتاعه مش كويس او البلاد سبلاي بتاعه مش كويس مش هيرسبوند ويل لاي تريتمنت. ده سبب ماشي. ممكن يكون الانفكشن مش فانجل اصلا، تكون بكتيريال او مايكوبكتيريال او فايرال انفكشن. كل الحاجات دي لازم تتعالج اكوردنجلي. في بقى حاجات اسوأ من كده، ان هي تبريزنت كبارونيكيا لكن فعليا الاندرلاين كوز هو مالجنسي. مالجنسي زي ايه؟ زي يكون كانسر ميتاستاتيك في المنطقه دي، زي انه يكون سب انجوال ميلانوما. سب انجوال ميلانوما يس ات هابنز. او سكويموس سيل كارسينوما، ما تكونش اصلا فانجل انفكشن وانما في اندرلاينج كوز مالجنت. يبقى انا عندي دلوقتي عيان البارونيكيا الكرونيك بارونيكيا اللي جاي لي بيقول لي ان هو بقاله اكتر من 6 اسابيع لو اخذ توبيكال انتي فانجلز وما تحسنش لازم ادور على انذر اندرلاينج كوز مخليه ما بيتحسنش، عشان ممكن تكون فعلا في سيريس كونديشن هي اللي منعاه يتحسن. That's paronychia. أخيرا عندنا في nail deformities بتحصل مع other dermatological conditions زي psoriasis واللايكن بلانز. مهم إن أنا يكون عندي فكرة إن psoriasis واللايكن بلانز بيعملوا nail deformities، عشان لما يجي لي عيان بنيل problem أبقى عارفة أو أبقى عارف إن العيان ده مش بالضرورة عنده onychomycosis ولازم أفرقه عن onychomycosis والبارونيكي. وعشان كده أنا قلت لك مفيش عيان هتبتديله systemic antifungals من غير ما تكون خلاص عملت culture أو KOH وتأكدت تماماً إن العيان ده عنده fungal infection. ليه؟ لأن حرام إن أنا أقعد بالثلاث شهور بدي العيان antifungals وهو في الآخر psoriatic nail. بس خلي بالك أنا ممكن أعمل culture ولاقيه positive وهو psoriatic برضو، يعني ممكن two conditions coexisted in the two conditions common، خصوصا الانيكومايكوزيس more common طبعا عن الصدفية. لكن الفكرة كلها ان انا ما بديش systemic antifungals فقط بالclinical diagnosis، لازم يكون ابقى متأكد 100% ان العيان ده عنده fungal infection active fungal infection عشان
ما تبقاش السيستميك انتي فانجلز مضره على الفاضي. النيل ديفورمتيز في السورايسز، الحقيقه جزء كبير جدا من عيانين السورايسز عندهم نيل افكشن. مش بس كده، في عيانين عندهم نيل سورايسز بس نيل، ما عندهمش حاجه تانية. في حاجات فعلا ما بتجيش غير في النيل سورايسز، غير في السورايسز. زي اللي كده ممكن يجي في حاجات تانية، مش بس فيهم حاجات في السورايسز بس وحاجات في النيل، سوري، فيهم حاجات في السورايسز بس وحاجات في السورايسز مع حاجات تانية. ده العيان ده اكتر حاجه بعرف اشخصه منها هي البلاد اندر، اهي الحته دي البلاد اندر ذا نيل، ومعاها ايه كمان؟ كرامبلينج، كل الحاجات دي، كل المناطق دي، ورافنس، ذا هول نيل از راف. كل دي من علامات النيل سورايسس. احنا لو بصينا هنا هنلاقي العيان عنده هنا كمان سورياتيك ليجن. ف this is an active case of psoriasis. بتاكزامن النيل سواء كلينيكالي او بالدرموسكوب، بتلاقي بلاد تحت النيل، النيل كله فيه كرامبلينج، وكذلك فيه رافنس. This is nail psoriasis. مختلف عن الفانجل انفكشن؟ يس، مختلف عن الفانجل انفكشن. ده ايه بقى؟ ده من اشهر الحاجات اللي بشوفها، اللي بنشوفها في النيل سورايسز، وهي البيتنج، بيتس، بيتس في كل حد. بيتس ممكن نشوفها لوحدها من غير نيل سورايسز، ممكن تلاقي واحد بيت واحده، لكن بيتنج في كل الضوافر ومنتشره بالمنظر ده، ده في الغالب سورايسز. ايه كمان ممكن الاقي؟ وايد ديسكالوريشن في الديستال بارت اوف ذا نيل. ده بيدينوت ايه؟ بيدينوت ان النيل نفسه حصل سيبريشن بين النيل بليت وتحته والنيل باد، يدي اللون ده بالظبط. ده بيحصل في سورايسز؟ اه بيحصل في سورايسز. ايه كمان؟ في حاجه اسمها اويل سبوت. الاويل سبوتس تحديدا من الحاجات اللي سيجنيفيكانت جدا للسورايسز. فين الاويل سبوت بقى بالظبط؟ الحته دي، الجزء ده، مش النيل، مش الجزء الوايت، الجزء ده اللور. الاويل سبوت عباره عن translucent part of nail plate، بشوف تحته النيل بيت بالمنظر ده، كان فيها هي بالظبط، كان في اويل سبوت بتزحف تحت النيل. هو المنظر بالظبط هنا هنا هنا، وطبعا في وايت ديسكالوريشن في الديستال بارت عشان في سيبريشن، لكن مش هو ده الاويل سبوت. الاويل سبوت اهي translucent part اللي ورا النيل. الاويل سبوتس من الحاجات اللي شويه بدرجه كبيره significant للسورايسز، من الحاجات اللي ممكن اشخص منها سورايسز، وممكن تيجي نيل سورايسز من غير ما العيان يكون عنده اصلا سورايسز، او يعني بلاك سورايسز، او في جسمه سورايسز، يكون عنده سولي نيل سورايسز. العيان ده عنده ايه بقى؟ اول حاجه ممكن نبص عليها هنا برضو، في ايه؟ في يس، في بلاد بينيث النيل زي المرة اللي فاتت بالظبط. في ايه كمان؟ هلاحظ ان عنده برضو white areas اللي هي بتدينوت separation of nail plate عن nail beds. في هنا grooves transverse grooves موجودة، another sign of a psoriatic nail. الريدجز دي برضو، في هنا blood underneath the nail. الريدجز دي برضو characteristic للسورايسس، بلاقيها في أكتر من نيل، وبلاقي برضو manifestations العيان ده برضو شوية سورياتك، حوالي سورياتك سكان. ridges another sign of nail psoriasis. طيب دي psoriasis، دي أشهر حاجات بنشوفها، deformities بنشوفها في النيلز في حالات psoriasis. ماذا عن حالات lichen planus؟ lichen planus بقى عمره ما يجي في النيل لوحده، والحقيقة الليجن في السورايسز بتيجي في النيل بدري، لكن في اللايكن بلانس الليجن بتيجي في النيلز متاخر جدا، وفيري فيري سلو بروجريشن انلايك السورايسز. اشهر حاجه هي دي، ثيننج في النيل بليت ولونجيتيودينال لاينز، خصوصا في البروكسيمال بارت، فيري ديستركتيف للنيلز. لايكن بلانس من اكتر الحاجات الديستركتيف للنيلز الحقيقه.
اخيرا complete dystrophy، وفي احيانا بنسميها 20 nails dystrophy. dystrophy في جميع النيلز، غالبا ده بسبب اللايكن بلانس. اللايكن بلانس اكتر حاجه تعمل dystrophic changes في كل النيلز، واكتر حاجه تسبب dystrophy complete dystrophy للنيلز بالكامل و20 nails كل النيلز. دي الحقيقه حاله very late، صعب ان هي تبقى reversible، صعب ان انا استعيد النيلز تاني. This is caused by lichen plants. Thank you very much. Hope ان محاضرة النهاردة تكون كانت خفيفة وسهلة. و see you soon ان شاء الله.